أهلا بكم في أهم الأنباء. أدى نحو 500,000 فلسطيني من القدس وضواحيها ومن فلسطيني الداخل ومن محافظات الضفة الغربية صلاة الجمعة اليتيمة بشهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وكانت جموع المصلين بدأت بالتوافد على المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، شهدت خلالها المدينة المقدسة والقدس القديمة حركة نشطة وغير اعتيادية وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة ومحيط البلدة القديمة وعلى بواباتها. قال الرئيس محمود عباس إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم التي تصاعدت في الآونة الأخيرة تتم في ظل حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ولابد أن تتوقف. وكانت سيارة عمومية تقل مواطنين من قرية نحالين قضاء بيت لحم تعرضت لإلقاء زجاجة حارقة من قبل مستوطنين عند مفرق مستوطنة باتعين، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بحروق تم نقلهم إلى مشفى هداسة في القدس نظرا لخطورة حالتهم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعمل على توفير مبلغ 200,000,000 دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2012. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولان في بيان صحفي أنها تعمل مع الكونغرس لضمان استمرار دعم الفلسطينيين بما في ذلك 200,000,000 دولار كدعم مباشر لميزانية السنة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية. أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس أن الرئيس صادق على بعض التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء لسنة 2009، وذلك بهدف تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي والعابثين بممتلكات شركة الكهرباء. وقال العوري أن هذه التعديلات ستساهم في الحد من سرقة وعدم الالتزام بدفع فواتير الكهرباء، لأنه في الوقت ذاته أكد أنها ليست الحل الكامل للمشكلة. قدم رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان استقالته من البنك بسبب خلافات مع المالكين الرئيسيين، ويعتبر شومان شخصية ذات تأثير كبير في عالم المال والاقتصاد، قد سجل مصرفه أرباحا قدرها 1.06 مليار دولار أمريكي في عام 2008، وهو رقم قياسي في تاريخه الممتد ل79 عاما. وفي هذه الأثناء أرسل رجل الأعمال منيب المصري ما اسمه رسالة مفتوحة إلى عبد الحميد شومان، انتقد فيها أسلوب الأخير في الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك العربي. ونختم الموجز بهذا الخبر. توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو خلال أيام عيد الفطر السعيد حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في السهول الشمالية وشمال النقب وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي النهاية كل عام وأنتم بألف خير، ولمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.